خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب يقول لنا اجواء ملعب المباراه. اجواء طبعا عمرها ما هتبقى طالما ما فيش جمهور عمرها ما هتبقى حلوه قوي يعني، لكن دائما استاد الجيش في برج العرب بيدينا اجواء حلوه. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح يقول لنا اخر الاخبار واجواء ملعب الجيش ببرج العرب. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك يا اسلام الشاطر وللكابتن سمير محمود عثمان. هضيف على كلام حضرتك فعلا يا كابتن اسلام، محتاجين الجمهور القمه طبعا، محتاجين جمهور الاهلي جمهور الزمالك يكونوا موجودين في ارض الملعب. قمه طبعا تختلف بحضور الجمهور. خليني اقول لك كابتن اسلام، فريق النادي الاهلي وصل النهارده لارض الملعب في تمام الساعه 6:05 ثم وصل لارض الملعب بعد عقب النادي الاهلي بخمس دقائق فريق نادي الزمالك. الصوره والمشهد الجميل اللي ضربه النهارده ابناء أكاديمية النادي الأهلي، اصطف أبناء أكاديمية النادي الأهلي في أثناء دخول فريق النادي الأهلي وقاموا بتشجيع لاعبي النادي الأهلي، وفي أثناء دخول لاعبي الزمالك قام أيضا أبناء ولاعبي أكاديمية النادي الأهلي بتشجيع لاعبي الزمالك في إطار من الروح الرياضية. حتى الآن كابتن إسلام، حالة من السرية تفرض على تشكيل النادي الأهلي، حالة من السرية تفرض على تشكيل نادي الزمالك. كل جهاز فني حتى الآن لم يعلن أي تفاصيل خاصة بتشكيل اللقاء. يعني شغلك بقى كفاروق صلاح، شايف هل من الممكن ان نرى مفاجأة في الاهلي او في الزمالك في هذه المباراة؟ يعني انا اتوقع ان الاهلي قد يكون هناك ثبات للتشكيل الاخير اللي ادى لقاء المقاولون العرب، اللقاء الاخير للنادي الاهلي. نادي الزمالك عنده الكثير من الغيابات، ممكن ان هو يحاول انه يدفع ببعض العناصر الجديده لتعويض الغيابات، ولكن زي ما قلت لحضرتك بالامس قد تكون هناك مفاجات من جانب النادي الاهلي في تشكيل هذا اللقاء. والحد يعني حتى الان بقول لحضرتك لسه، يعني الكفه تقدر تقول ايه، ولكن باذن الله قد يكون هناك مفاجآت في تشكيل النادي الأهلي. طيب مش عايزين طبعا نعرف المفاجآت، ولكن هل هو الأقرب؟ يعني أنا وجهة نظرنا أنه هيكون بالنسبة للنادي الأهلي الأقرب هو تشكيل مباراة المقاولين. حتى الآن لم يخرج ولا التشكيل الرسمي للنادي الأهلي ولا التشكيل الرسمي لنادي الزمالك، ولكن كل اللي احنا بنتكلم فيه، يعني فاروق بيتكلم في حاجة وأنا بتكلم في حاجة، كل واحد من معلوماته الخاصة يعني، وبالتالي يعني هنشوف ايه اللي هيحصل. اول ما هيجي التشكيله فاروق هتكون معانا على الهواء مباشره مره ثانيه. انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا فاروق صلاح من ارض ملعب الجيش باستاد بورسعيد.